لازم تقدمه بشكل تاني وب يعني باسلوب مختلف. كابتن سامي قمصان واحد من اخلص الناس، وكلمه اخلص الناس دي قول فيها كتير جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي. مستر كولر في مره من في التصريح من التصريحات قال انا استمعت لاراء سامي قمصان. كابتن سامي مليون مبروك، انت شاهد على زمن تاريخي وعصر تاريخي للنادي الاهلي، مليون مبروك على البطوله الافريقيه يا كابتن سامي. اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم النهارده. انا شايف النادي جمهور النادي الاهلي عمل ملحمه كبيره جدا، يعني يمكن الاستاد مقفول من الساعه 2 والناس اللي بره واحنا داخلين المباراه اكتر من الناس اللي جوه، يعني دي حاجه كبيره جدا وحاجه متعودين عليها وبتحملنا مسؤوليه كبيره. يا رب دايما نقدر نساعدهم، نقدر نخليهم دايما رقم واحد زي ما كل الناس في المنظومه يهمها ده. بشكر طبعا مجلس اداره ولجنه التخطيط، الجهاز الفني واداري والطبي، العمال، الجهاز الاداري، كل الناس اللي اخلصت، المنظومه الاعلاميه اللي موجوده في ظهرنا دايما في الاوقات الصعبه، اللعيبه المخلصه جدا وعملت اعتقد ان هو الحمد لله كتبوا لنفسهم من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، بيكملوا تعب واخلاص الناس اللي كانت قبل كده. فالحمد لله الواحد النهارده من اسعد الايام في حياتي الحمد لله. اتمنى ان شاء الله مزيد من البطولات كمان ان شاء الله. كابتن سامي ما بيتكلمش كتير وما بيظهرش كتير، دورك كفرد ضمن الجهاز الفني، لكن في لعيبه بتطلع تتكلم على جانب تخصصي شويه الكابتن سامي قمصان، نصايح من الكابتن سامي قمصان بتتحقق في ارض الملعب، المسافه والمساحه اللي بينك وبين اللعيبه هي سر من اسرار نجاح النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله، زي ما انت قلت الواحد دايما بيخلص، والاخلاص ده دايما مكافاته من عند ربنا الحمد لله. يعني الواحد بيحاول اللي هو يتعب ويخلص في شغله، يقدر يحاول يساعد الجهاز الفني واللعيبه على قد ما اقدر، على قد الخبرات اللي انا خدتها من كل الناس اللي موجوده. فالحمد لله بشكر ربنا واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. عايز اقول لك على رقم قياسي النادي الاهلي بيحققه بالبطوله دي. بطوله افريقيا ابتدت 1964، احنا 2024 لاول مره في تاريخ افريقيا فريق ياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف واحد هو النادي الاهلي. الحمد لله، وده بيثبت ان دايما النادي الاهلي هو الرقم واحد، الرقم الصعب زي ما بيقولوا. يعني ان شاء الله طمعانين في حاجه اكتر واكتر ان شاء الله للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله تكون ليله جميله علينا عليهم ان شاء الله.